بدنا نروح لجولة في الصحافة اللبنانية مع زميلنا توني بولس. صباح الخير توني، تفضل. صباح الخير، كيفكم لارا وفانيتا؟ تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله منيح. اليوم بالتوقيت الجديد غير شوي. يعني شو الوضع عندك؟ تمام؟ تغير يعني عليك هيك الوضع؟ تابعنا السينما معكم. لا، تابعنا معكم السينما، استفدنا اكثر هيك حلو، شوية الحمد لله. معلومات سينمائية، انا ضعيف فيها شوي نسبيا. لفت نظرك شي فيلم توني؟ يعني كلهم هيك لفتوا لي نظري، لانه شوي ثقافتي السينمائية منا كتير يعني. بالعكس هيك حبيت كم فيلم، يعني بركي شوفهم برجع بالسينما. يلا مو غلط. طيب يعني عم تفضل بتشوقوا توني. الناس تتابع الافلام. لا، عناوين الصحف يعني اليوم أبرز الصحف اللبنانية حكيت عن رؤية المملكة السعودية وتبني مجلس الوزراء لخطة المملكة 2030، يلي هي فعلا كانت خطة رائدة إنه إحدى الدول العربية عم تنظر لمستقبل شعبها الاقتصادي، في حين عم نشوف دول أخرى عم تتخبط بمشاكلها وربما بعض الأحقاد اللي بتعود لأكثر من 1500 سنة للخير لورا. فرح نبدأ مع صحيفة الشرق يلي عنونت: مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يقر رؤية المملكة 2030، محمد بن سلمان نبني اقتصادا بديلا للنفط. وفي رأي الشرق أيضا: المملكة العربية السعودية 2030. وفي الشرق أيضا: بري 8 و14 أذار في موطن سريري، ولا جلسة قبل انتهاء قانون الانتخابات في اللجان. الحريري: لا نوافق على مخرج السنتين لانتخاب الرئيس. المشنوق: لانتخابات بلدية مردود على السمعة والثقة. إضراب واعتصامات في بيروت والمناطق اليوم، واليمن مقتل 800 من القاعدة. هنا إشارة للاعتصامات في بيروت، هي في إضراب شامل اليوم ينفذه القطاع التربوي في لبنان في مختلف المدارس سواء الخاصة أو الرسمية نتيجة تقاعس الدولة اللبنانية والسلطة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب يلي صار لها حوالي 5 سنين تنتظر قرار مجلس الوزراء وقرار السلطة التشريعية المعطلة لحد هالساعة. وأيضا في صحيفة الشرق: لا تبدل في المشهد السياسي، وكرة قانون الانتخاب مجددا إلى مرمى اللجان. حركة الاتصالات حزبية سياسية للتنسيق في الانتخابات البلدية. مصدر نيابي للشرق: عدنا إلى المربع الأول والمعطلون على تعنتهم. هنا في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، حيث تم طرح جديد هو انتخاب رئيس لمدة سنتين، رئيس تكون مهمته انتقالية إعادة تشكيل السلطة من جديد. لكن على ما يبدو هذا الطرح أيضا كما الطروح الأخرى يعاني من مشاكل أمام تنفيذه. ومن صحيفة الشرق ننتقل إلى صحيفة اللواء. وفي صحيفة اللواء: بري ينتزع فتيل التفجير التشريعي، ويوم بشير يجدد الاشتباكات بين الكتائب والقومي. كانت الجامعة الأمريكية أمس شهدت اشتباك بالأيدي، وكلام ربما تصاعد في الجامعة الأمريكية نتيجة الاشتباك اللي حصل بين حزب الكتائب والقوات اللبنانية من جهة وحزب القومي السوري نتيجة الخلاف اللي حصل على موضوع ذكرى حاولوا طلاب القوات يعملوها عن ذكرى بشير جميل. ولكن هذا الشيء ما رأى لأصحاب العقول الديكتاتورية اللي بتمنع الآخرين تعبر عن رأيها، وحصل اشتباك كبير في داخل الحرم الجامعي. وفي اللواء أيضا: بري يدق ناقوس الجمهورية. كذلك في العناوين: محمد بن سلمان إطلاق صناعة عسكرية، تطبيق نظام جرين كارت للمقيمين. الملك سلمان يوجه بتنفيذ رؤية المملكة 2030 للاستغناء عن النفط. وفي مقال للعميد الركن خالد حمادي: أوباما نعم لوحدة أوروبا، وألف نعم لتفكيك سوريا. الرئيس الأمريكي يعلن إرسال 250 عسكريا إضافيا إلى سوريا، و52 قتيلا وجريحا بخرق أمني لداعش في السيدة زينب. كذلك في اللواء: أوباما يحذر الأوروبيين من تطرف يحرق القارة. عملية عسكرية واسعة للتحالف العربي ضد القاعدة في اليمن. طهران تهدد بمفاوضات واشنطن بحال الاقتطاع من أموالها المجمدة. هذه الموضوع يعني هو له علاقة بالقرار المحكمة الأمريكية اقتطاع ملياري دولار من الأموال المجمدة في أمريكا لإيران نتيجة تعويضات عن حادثة المارينز اللي وقعت في بيروت وقام بها حزب الله، أدت إلى مقتل 300 عنصر من الجيش الأمريكي في بيروت. ف
فالمحكمة قضت باقتطاع مبلغ مليارين دولار، هذا الشيء اللي عم ترفضه طهران حاليا، ولكن على ما يبدو الإدارة الأمريكية عازمة على هذا الاقتطاع. وأيضا ننتقل إلى صحيفة النهار. النهار: الذكرى 11 للانسحاب السوري وصاية الفراغ، بري ينعي 8 و14 وكرة التشريع إلى اللجان. اليوم أيضا تصادف يعني الذكرى 11 لانسحاب قوات نظام الأسد من لبنان، هذا الاحتلال الذي دام حوالي 20 عاما، انتهى في 2005 ولكن لم ينتهي، أو 2006 لم ينتهي فعليا، إنما بقى سلم لقوات وميليشيات حزب الله التي تابعت هذا الاحتلال حتى الآن. وفي النهار أيضا: لائحة المستقبل لبيروت قيد الإنجاز في الساعات المقبلة، وجوني تتجنب معركة وإنجاز توافق بين الأحزاب والعائلات. لائحة البلدية سوف تعلن في بيروت خلال الساعات المقبلة، لأن الانتخابات سوف تجري في 8 من الشهر المقبل بشهر أيار، في حين أن جوني يعني إحدى المدن الرئيسية في لبنان توصلت إلى توافق في لائحته، وبالتالي لن يكون هناك مشهد أو صراع انتخابي في هذه المنطقة. وفي العناوين أيضا: السعودية 2030 أقوى وأفضل، قوة استثمارية متحررة من النفط، أوباما يقرر إرسال قوات إضافية إلى سوريا، لافروف يأمل في صوغ دستور قبل آب. وننتقل إلى صحيفة الجمهورية: موسكو تشيد بقهوجي والجيش، بري 8 و14 أذار ماتا سريريا. كذلك في العناوين: لمصلحة من تسليم عين الحلوة لداعش، القطاع المصري في لبنان صامد. كذلك في العناوين: تقدم قانون الانتخاب على التشريع، وأضراب واعتصامات نقابية اليوم، اجتماع في الكويت للتحالف الدولي، داعش تهزم إلكترونيا. كذلك في مقال لجورج سولاغ: ماذا تفعل روسيا في حلب؟ هنا في هذا المقال ينتقد الكاتب الوجود السوري أو الوجود الروسي في منطقة حلب، يعني والخدعة الكبيرة التي خدعت بها العالم روسيا، أنها سحبت قواتها من سوريا، ولكن حسب الواقع وحسب ما يقول الكاتب أن هذه القوات لا تزال موجودة بشكل كثيف في كافة المناطق السورية. وننتقل الآن إلى صحيفة المستقبل. في صحيفة المستقبل: أرادها الملك سلمان لتنمية شاملة تحقق مستقبلا أفضل للمملكة وأبنائها، رؤية السعودية 2030 وثبة تاريخية. وأيضا الأمير محمد بن سلمان الشباب قوتها الحقيقية، الحريري يهنئ خادم الحرمين وأمير الشباب العربي. ومن المستقبل ننتقل إلى صحيفة البلد. صدى البلد في عنوانها الرئيسي: قانون الانتخاب قبل التشريع وإضراب لإقرار السلسلة اليوم. السعودية تقر خطة إصلاحات لمملكة جديدة في 2030، قوات برية أمريكية إضافية إلى سوريا. وفي بانوراما لبنان والعالم: فاسيل يتبلغ دعم كندا، خوري في معراب موفدا من الحريري. وهيك يعني بتكون انتهت يعني ابرز عناوين الصحف اللبنانيه لليوم. يعني مثل ما لاحظناها كلها ركزت على الشأن الداخلي، كان الابرز هو قانون الانتخاب وموضوع الجلسه التشريعيه لاقرار بعض البنود العاجلة والطارئة في المجلس النيابي. نعم توني، شكرا كثير لك على هالجولة، نتشكرك. شكرا توني.